مدير ديال البنكة ياك، مدير ديال البنكة في زيمبابوي. كل ما كان شي يوتيوب كاع ما نتعلموا نديروا هذه العقدة هذه، واخا تكرفست عليها ماشي مشكل. خوتي خواتاتي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في هذا الفيديو. هذا اللي فيديو سبيسيال، فيديو شي حاجة بوم تكرفت عليكم، درت هاد الكرافات ولبست هذا، واخا ما عنديش مع هذا الشيء حيت بغيت هذا الفيديو هذا غيبانوا فيه شي ناس الصراحة في قمة الروعة، لذلك لبست هاد الحوايج هادو باش نقدر نعطيهم غير واحد شوية بالله احترامي ليهم وجميع تقدير لهاد الخوت هادو اللي غادي يبانوا في هاد الفيديو هذا. كما عرفتوا في الفيديو اللي فات كنت قلت لكم غندير واحد المبادرة، غنبين لي فلوجر ولا اليوتيوبرز المغاربة في أنحاء العالم، وإن شاء الله بحول الله عندي دابا واحد القائمة اللي فيها خوتنا المغاربة. الصراحة أنا كنت تنشوف واحد الأخ في أمريكا، واحد في فرنسا، واحد في البرازيل، والصراحة تفاجأت هاد الساعة هادي، وصلوني بزاف. كاين ألمانيا، كاين روسيا، كاين فرنسا، بزاف فرنسا، كاين أمريكا بزاف، كاين واحد الأخ هدرت معاه من الصومال ولكن ما تيديرش لي فلوج. الصراحة كنت بغيت يدير لينا شي فلوج في الصومال، نشوفوا خوتنا تما في الصومال ونشوفوا المغاربة تمايا والقضية المعيشة تمايا. مهم خوتي خواتاتي، قبل ما نبداو هاد المبادرة هادي نوريكم لي فلوجرز ولا اليوتيوبرز اللي يبانوا وغادي يبانوا معنا إن شاء الله بحول الله في هاد الحلقة هادي. بغيت نقول لكم تشجعوهم بزاف بزاف بزاف، حيت كرسوا حياتهم، خداو وقت من حياتهم باش يتقاسموا معنا الحياة اليومية ديالهم رغم الغربة، رغم الحياة الصعبة خارج الوطن. مهم هازين كاميرا وكيشجلوا وكيصوروا راسهم وكيشاركوا معنا الأحداث اليومية ديالهم. كنعطيهم السلام ديالي، وكون كانت عندي الطاقية كون حيدتها ولا شي شابو نحيدو. إن شاء الله بحول الله كاينين الإخوان اللي غادي يقدروا يساعدوكم بزاف. اختاريت هاد الناس المغاربة خارج الوطن. غادي تسولوني علاش، حيت بزاف الناس يقولوا لي ناصر علاش ما اختاريتيش المغاربة اللي في المغرب اللي تيديروا فلوغات، علاش ما تعاونهمش. بغيت نختار انا المغاربة اللي خارج الوطن حيت هما غادي يعطيكم معلومات اكثر. كاينين الناس يقلبوا على القرعة، الناس يقلبوا على الفيزا ديال الزواج ولا الخطوبة ولا الدراسة، الناس تيقلبوا على كيفاش يسافروا للخارج الوطن. المهم هاد خوتنا هادو عندهم معلومات كثيره جدا غادي تستافدوا منها، غادي تستافدوا من هالنيت الصراحه. كاينين المانيا، كاين الاخوان، المهم غادي تشوفوا الفيديوهات كاملين وغادي تفهموا علاش اختاريت هاد المغاربه، هاد المغاربه هادو اللي خارج الوطن، حيت غادي تستافدوا منهم بزاف بزاف بزاف. المهم ما نطولش عليكم في هاد اللقطات وهادي، واللي تنبان بحال هذاك اللي تيدير النشره الجويه ولا النشره الظاهره ما عرف سميتو. خوتي خواتاتي دابا ان شاء الله بحول الله غادي نمشيو عند خونا بادر ايس فلوكس. خونا بادر ما تيقولش فلوكس، تيقول فلوكس حيت ساكن في المانيا وعندو لاكسون المانيا، لذلك غادي نمشيو عند خونا بادر من المانيا غادي نشوفوا الفيديو اللي وجد لينا. بيس ليك اخويا بادر. اخويا ناصر اس فلوك، سمح لنا لا تنقول ديك فلوك، راه دابا في المانيا فيها تقرا فا فهمتو، وناس قاد فيها ديك ف سمو حدا الدراري. المهم تحيه لناصر وتحيه لديك المبادره اللي باذن الله غادي تكون مزيانه وغادي تعاون بزاف تاع الدراري، وتحيه لا فامي ديالك اخويا ناصر، ونتمناو لك ديما تطلع لقدام اخا، وداك البرد عندكم فاتناش ما عندنا لا ثلج لا والو، نتوما بان لي عندكم اخويا كيلوات تاع الثلج ولكن فيها خير. المهم حنايا في مدينه هامبورغ في المانيا الدراري، نقدم لكم راسي. المهم انا سميتي بادر الشابيع، تندير لي فلوغ من المانيا، بجيت انا يلا دابا شي شهر هذا. المهم اي واحد عنده شي تساؤل على الالمان بغا كيف القرايه، المهم القرايه اي حاجه نقدر نجاوبو عليها راه مرحبا. الايميل تاعي راه حطو تما، و لاباج فيسبوك يا في تقدروا تهضروا معايا نقدر نجاوبكم بالزربه حيت تما في فيسبوك ان شاء الله. ويوتيوب، يوتيوب غنحط لكم لي فلوغ تاعي تحت شي كاين قولوا لنا نديروه. ما عرفتش اللي بيتو معلومات على المانيا، سيركلات في المانيا شي بلاصه بيتو تمشيو ليها اي بلاصه. المهم انا غير يكون داك الشيء سميتو في المتناول الله تنجير، ولكن نحاول نجير واخا ما يكونش في المتناول نحاول نجير ان شاء الله. شي ظروف تيران تاع دور تمون ديجيكاس اي واحد غادي نديرها راه ان شاء الله غادي نبقى تما. المهم الدراري دخلوا لاشين تاعي، الى كنتو مهتمين طبعا ولا كان داكشي عجبكم. المهم انا تندير داك الفلوغ بطريقه اسمع بطريقه عفويه، تنحاول المهم بعض المرات تكون الضحك، بعض المرات تكون شي خفته. المهم كل مره واش، المهم الدراري طلعوا لي فراسكم، وتحيه لناصر
ومزيان هذه المباراة جيت نحييك عليها اخويا. ان شاء الله كل شيء يكون جاي بحال هكا تعاونوا بناتنا الدراري حتى حنا يكونوا عندنا دي فلوغر اللي مزيانين حيت اخويا راه تشوف داكشي في الدول الاوروبيه تعاونوا بيناتهم. حنا ما فهمتش علاش ما تيبغيش تهضر مع شي واحد تقول لك حنا انا ما غادي يزيدني والو. تكون انت خاصك انت تكون فيه مصلحه تكون فيه الدراري ما خصش تكون فينا حنا هذه القاعده هذه. خاصنا كلنا نتعاونوا واخا ما تكونش عندنا مصلحه في شي واحد تعاونوا حتى انت راه غادي تحتاجنا مساعده وغادي يعاونوك شي واحد. يلاه الدراري طلعوا ليا فراسكم وطلعوا تلاقاو في لاشين ديالي ابلاتي تابوناو ديرو جيم ودخلوا لاباج تلاحوا تشاو. كما شفتوا خونا بادر عنده لاكسون مراكشيه باينه وقيله غيكون من مراكش حيت عندك لاكسون مراكشيه. تحيه لخوتنا المغاربه تاخوتنا المراكشيين الصراحه قمه الروعه. مشيت لمراكش الصراحه زواونين دوك الناس عندهم روح الدعابه. المهم نتمنى كما شفتوا قال لكم اللي احتاجيتوا شي حاجه كنتوا بغيتوا تواصلوا معاه كل شيء غادي تلقاه في الرابط التحتاني في الديسكريبشن لينك. كل شيء غادي تلقاو الشانيل ديالو الفيسبوك بغيتو تهضروا معاه على ود القرايه ولا اي حاجه الخدمه ولا شي حاجه راه يفيدكم بمعلومات على ود البلاصه فين ساكن في المانيا. المهم خوتي دابا غادي نمشيو ان شاء الله بحول الله غادي نمشيو لبوسطن امريكا غادي نمشيو عند الاخ اللي الصراحه تحيه لك اخويا تحيه لك والاحترامات ليك. ديك الكلمه اللي قلتي واخا نوصل 100,000 ابوني ما نكونش بحال ناصر لا غادي تكون ان شاء الله بحول الله احسن من ناصر. حنا انا تنبغي الناس يكونوا احسن مني وحسن مني ماشي هادشي غير صباغه تندير جوطيكس ولا تندير شي لعيبه بحال هكايا. كل واحد تيبغي خوه المسلم يكون احسن منه وهذه هي البادره اللي فينا. غنمشيو عند الاخ اللي في بوسطن غادي يقول لينا الكلمه ديالو. بقاو في هذا الفيديو. واش الدراري اليوم جيتنا ندير فيديو على قبل خويا ناصر ايس فروكس القناه ديالي كان انا خصوصا كتعجبني بزاف ما نكذبش عليكم ونتمنى تشاركوا عندي انا في قناتي ان شاء الله نهار الخميس غادي نبدا ندير فيديوهات على بحال هكا تقريبا بحال كيدير ناصر خويا ناصر. حتى انا عايش في الميريكان بالضبط بوسطن حتى انا راه عايش في الميريكان وهادي حنا نتاكلو كيما كيدير معاكم خويا ناصر. ولكن شي خنقه نوصل 100,000 مشترك عمري ما وصل ناصر. حيت ناصر كيبغي كيما كيبغي راسو كيبغي لينا حنا. والمهم نتمنى هذا الفيديو يوصل حيت خويا ناصر غي ان شاء الله راه غادي يديرو في لاشين ديالو وان شاء الله نهار الخميس غادي نلوح فيديوهات وهادي وهادي. نتمنى تابونا عندي فلاشين ومرحبا بكم خوتي. المهم خوتي خواتاتي الا بغيتو تشجعوا الاخ دخلوا عنده القناه ديالو دخلوا عنده الفيسبوك غادي تلقاو الفيديوهات. هو يلاه بدا ان شاء الله بحول الله نتمنى يدير لنا شي فلوغات شي فيديوهات زوينين اللي نستافدوا منهم ان شاء الله بحول الله. حتى انا هو اول واحد غادي ندير لك ابوني ولا اشتراك ولا سبسكرايب اخي باش ان شاء الله بحول الله باش نتوصل بالفيديوهات ديالكم نستافد منهم ان شاء الله بحول الله. وبيس ليك ان شاء الله بحول الله. دابا غادي نمشيو عند الاخ زهير اللي من باري من فرنسا كما تتعرفوا. الصراحه عنده واحد الشانيل زويونه دخلت ليها عجبتني درت لك اخويا زهير ابوني باش ان شاء الله بحول الله نتوصل بالفيديوهات ديالك. مستعد حتى هو يساعدنا ويستعدنا بجميع المعلومات على ود فرنسا وجميع اي حاجه والفلوغات ديالو حتى هو زوينين بزاف عجبوني طريقه التصوير ديالو مزيانه في المستوى ان شاء الله بحول الله. نتمنى تزيدنا اخويا زهير فيديوهات اكثر واكثر. مهم دابا ما نطولش عليكم نمشيو نشوفوا القناه ديال زهير ونكتشفوه. هلو ايفريبادي السلام عليكم يا احسن عائله في يوتيوب. بوم السلام عليكم مرحبا بكم في فيديو جديد. هذا ماشي فلوغ ولكن هذا الفيديو درته على ود المبادره اللي دايرها ناصر فلوغز فلاشين ديالو. شكرا بزاف خويا ناصر على هذه المبادره هذه. دونك هذا الفيديو درته باش نقدم فيه لاشين ديالي وشنو تندير فيها. دونك انا سميتي زهير مهندس عايش في فرنسا عايش في باريس وتندير دي فلوغ. لي فلوغ اللي تندير على بزاف الحوايج تندير على الفواياج تندير على حياتي انا في فرنسا تندير على البلايص اللي تنزورهم هنا في فرنسا ولا في المغرب.
دونك مرحبا بكم في لاشين عندي الا بغيتو تشوفوا كاع الفيديوهات اللي تندير وشكرا بزاف خويا ناصر داكشي اللي تدير زوين زوين بزاف كمل راك وصلتي وغادي تزيد توصل ان شاء الله وشكرا بزاف على هذه المبادره هذه دونك ما نطولش عليكم بزاف مرحبا بكم في لاشين ديالي ومن هنا لتما نقول لكم بو من بعد ما شفنا القناه ديال زهير خوتي اللي بغيتو ديروا له ابوني بغيتو ديروا له اشتراك بغيتو تسولوه على شي حاجه غادي نخلي لكم الرابط ديال القناه ديالو في الديسكريبشن لينك والفيسبوك ديالو الا توصلت به غادي تواصلوا معاه خوينا زهير حتى هو ان شاء الله بحول الله يقدر يعطينا معلومات اكثر على اي سؤال يتوصل نتمنى هذه المبادره ديرها خويا زهير باش تعاون خوتنا المغاربه دابا ان شاء الله بحول الله غادي نمشيو عند خونا فارس اللي من واشنطن يو اس اي حتى هو عند كان واحد المبادره زوينه دارها هي بالله كانت يدير فيديوهات ولكن كانت يشاركهم غير مع العائله ديالو والاصدقاء ديالو اللي قراب ليه ولكن دابا قال لكم دابا ان شاء الله بحول الله غادي يدير فيديوهات في امريكا وغادي يشارك هذه الفيديوهات معنا حنايا وجميع المغاربه اللي ان شاء الله بحول الله نقدروا نستمتعوا بهم حيت هو مسافر بنبطوطه تيمشي لجميع النواحي كما شفت في الفيديو ديالو ان شاء الله بحول الله نكتشفوه ونديروا له ابوني حتى هو نستمتعوا بالفيديوهات اللي تيدير وان شاء الله بحول الله الا كانت عندكم شي اسئله يقدر يعاوننا الاخ فارس نسولوه ان شاء الله بحول الله كانت عندي حتى انا شي اسئله غادي نسولك اخويا فارس ونتمنى تعاوننا في هاد المساله هذه المهم ما نطولش عليكم نشوفوا القناه ديال خونا فارس وهاو معايا السلام عليكم معكم فارس مغربي في واشنطن هذا اول فيديو ديالي كنديرو سيغ يوتيوب وكما كيقولوا الناس الاولين البدايه هي اللي صعيبه ما عنديش بزاف هنا في امريكان عندي تقريبا شي عام وكنت سافر بزاف كنخرج بزاف كنقلت مع راساتي بيسكو كنشارك دي فيديو اللحظات غير مع العائله ومع صحابي قلت علاش ما شاركمش مع الناس اخرين ونتعرف على الناس اخرين دونك بلا ما نطول عليكم في لانترودكسيون غنقول لكم الا بغيتو نتوما تشاركوني هاد اللحظات وتشوفوا بلايص جداد تابعوني على القناه فارس فلوكس وبيس من بعد ما شفنا القناه ديال خونا فارس تهلا ليا فراسك اخويا وشكرا بزاف ونتمنى لك بدايه موفقه وان شاء الله بحول الله نتمنى تعطينا المزيد الفيديوهات ان شاء الله بحول الله باش ان شاء الله نستمتعوا بهذوك المناظر واذا كانت عندنا شي اسئله ان شاء الله بحول الله راه غادي نطرحوها عليك ما نزقلوكش دابا غادي نمشيو عند خونا محمد اللي حتى هو في فرنسا وهو ان شاء الله بحول الله هذا السيد هذا حتى هو تحياتي لك اخويا وكل تقدير لك ان شاء الله بحول الله هذا الاخ مستعد باش يعطينا معلومات على فرنسا ونقدروا ان شاء الله بحول الله نطرحوا عليه اسئله حتى هو يقدر يجاوبنا في اقرب وقت ممكن حتى هو عنده ما يتقال عنده قناه ديالو حتى هو فلوغات نتمنى تعجبكم هذه القناه هذه اللي غادي تشوفوا دابا نيت J'espère que vous allez bien. De ma part, je vais très bien. Donc, Mohamed Amir Rommel. Ça fait 2 ans en France. Je vais vous donner un peu de temps. من تقياد في لوسيت كومبيس فرانس حتى الفيزا ان شاء الله تنعاون كاع لي زيتاب هادو في سرتهم وحاجه ثانيه تنوري المعيشه ولا كيف يدير العيش الطبيب المغربي هنا في فرنسا وتلاقيهم مع ناس اوروبيين فرنساويين تيعرفوا لا فيزيون ديالهم علينا كيفاش كيشوفونا كيفاش واش المهم كنذكر الاراء ديالهم علينا الانتيغراسيون ديال لي ماروك هنايا في فرنسا كي دايره تنبين المعيشه كي دايره هنايا واش غاليه واش رخيصه الكرا ترونسبور اي حاجه متعلقه هنا بالمعيشه ديال الطبيب المغربي تنفسرها في لي فلوغ ديالي دونك لو فلوغ ديالي هو اميرز فلوغ لا باج ديالي حتى هي اميرز فلوغ دونك الى عجبتكم لا دخلتوا لاشين ديالي وعجبكم لي فيديو مرحبا بكم تابوناو ديروا لايك كومونتي سيرتو لي ميساج ديالكم نعرف الراي ديالكم اي شكر كبير لخويا ناصر فلوك دونك نشوفكم ان شاء الله في لاشين ديالي
بعد ما من بعد ما شفنا فيديو ديال اخونا محمد نتمنى لك اخويا محمد مسيره موفقه وتحيه لك بزاف وشكرا بزاف على الفيديو اللي صيفطتي ليا واللي شرف بزاف باش ندير الفيديو ديالك في القناه ديالي وجميع الاخوان اللي صيفطوا ليا الفيديوهات اللي شرف باش نديرهم في القناه ديالي وشكرا لكم بزاف شكرا شكرا. المهم دابا غادي نمشيو عند واحد الاخ عالم والله الا عالم. انا صحابني المغرب انا صحابني المغاربه كاينين غير في فرنسا المانيا برازيل والناس راه وصلوا للشينوا. او خونا وصل للشينوا خوتي خواتاتي. دابا نشوفوا خونا فخر الدين. فخر الدين تحيه لك اخويا لي الشرف اخويا فخر الدين باش تكون معايا في هذه الحلقه هذه في هذا الفيديو هذا. خونا فخر الدين الحمري اللي هو حاليا في الشينوا. القناه ديالو انا ما نقدرش نعطيها شي تعريف حيت هو معرف راسو والناس يعرفوه بزاف بزاف بزاف. بان حتى في شوف تي في امين راغب خدا له واحد فيديو دارو في لاباج ديالو. مهم هذا تيبين بالله خونا الحمري فخر الدين عنده واحد المستوى عالي جدا اللي غادي نحترمك اخويا وتحيه لك اخويا وشكرا بزاف وليا فخر اخويا باش ندير الفيديو ديالك في القناه ديالي وشكرا لك بزاف. نمشيو نشوفو القناه ديال فخر الدين من الشينوا. السلام عليكم خويا ناصر، نتمنى تكون بخير والناس كلهم اللي متبعينك في لاشين ديالك نتمنى كلشي العائله تكون بخير. معكم فخر الدين تندير لي فلوغ من الشينوا. الناس اللي انتريسي بالشينوا واللي ملوا شي شويه من الميريكان دخلوا عندي ان شاء الله. نتمنى يعجبوكم هاد الفيديوهات، فيهم كاين بزاف، كاين لي فلوغ، كاين فيديوهات ديال القرايه في الصين، كاين فيديوهات على المنح. مهم اللي انتريسي يدخل في لاشين. وتنبغي نقول شكرا بزاف لناصر على الفيديوهات ديالو بعدا حتى يعجبوني انا متبعه، وعلى هاد المبادره اللي داير اللي تيشارك فيها كاع لي فلوغر اللي تيتفرج فيهم اللي تيعجبوه. وراك عزيز وتنقول للناس اللي متبعينك بان فريمون هذاك الشيء اللي تدير نتايا اللي تيدير ناصر زوين بزاف، بانه تيبارطاجي معكم جميع المعلومات وما تيبخل عليكم حتى شي حاجه. وتنشكروا يعني في بلاصتكم تنشكروا على هذا الشيء وهذا الشيء اللي كاين. شكرا بزاف ونتلاقاو عندي في لاشين. يلا سلام عليكم. المهم كما تتشوفوا الناس اللي تيعرفوا الحمري فخر الدين راه كلشي تيعرفوا في المغرب، غير هو الناس اللي ما تيعرفوش يشو يدخلوا للقناه ديالو ويكتشفوا حيت هو غادي يعطيكم معلومات اكثر. دار معلومات على حتى القرايه ديال في امريكا، وان شاء الله بحول الله الناس اللي باغيين يمشيو للشينوا راه يقدر يعطيكم معلومات على الشينوا حيت هو راه في الشينوا راه دار شي تويشيات حتى وصل تمايا. المهم نتمنى اخويا فخر الدين الى وصلوك شي اسئله جاوب الاخوان ديالنا وغنعرفك انتيا ان شاء الله بحول الله انت في المستوى وغادي تعاوننا ان شاء الله بحول الله. حتى انا واحد منهم اللي باغي نمشي لهذيك الشين وهادي باغي ناكل الضفادع. خوتي خواتاتي دابا نمشيو للاخ معاد. اخ معاد من برلين المانيا. خويا معاد تحيه لك بزاف بزاف خويا. انا المونتاج ديالك خلعني والله الا خلعني، واحد المونتاج اخويا تدير في المستوى هائل جدا خويا. تحيه لك بزاف بزاف لذاك المحتوى اللي تدير، الفلوقات ديالك في قمه الروعه عجبوني بزاف. درت لك ابوني حيت باغي نستمتع بزاف بزاف وتنتسنى الجديد ديالك اخويا معاد حيت عجبوني الفيديوهات ديالك. المهم ما نطولش عليكم ما نديرش عليكم عاوتاني النشره الجويه، غادي ندخلوا للقناه ديال معاد ونشوفوا الفيديو اللي صيفط لينا شنو تيقول فيه. بيس لي. السلام عليكم اصدقاء وعائله ناصر ايس فلوغ، معكم معاد فلوغ من العاصمه الالمانيه برلين. تحياتي لكم كاملين 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 كاملين. مرحبا بكم في الباج فيسبوك ديالي وفي لاشين يوتيوب ديالي، نتقاسموا اي حاجه زوينه مع بعضياتنا ونتمنى يعجبكم الفيديوهات اللي كندير ان شاء الله. من هذا المنبر نبغي نستغل هذه الفرصه نقدم تحيه كبيره وشكر خاص لناصر ايس فلوك على البادره الطيبه ديالو وكنتمنى له التوفيق والاستمراريه ان شاء الله. شكرا لكم بزاف ومرحبا بكم وتحيه لعائله ناصر ايس فلوك.
تشاو. خوتي خواتاتي، دابا كما شفتوا القناه ديال معاد وشفتوا الفيديو اللي هضر فيه خويا معاد، الا توصلتي بشي رسائل ولا شي حاجه عاون خوتنا المغاربه، كانت عندهم شي مشاكل ولا كانت عندهم شي اراء ولا كانت عندهم شي حاجه اقتراحات ليك، رحب بها حيت خوتنا المغاربه تحتاجوا لهذا الدعم هذا. مهم، شكرا بزاف، وليا فخر اخويا معاد باش تكون في القناه ديالي، تكون في هذا الفيديو هذا، وشكرا لك بزاف وبيس لي. دابا ان شاء الله بحول الله غادي نمشيو الدولة هذه في شكال، هذه الناس وصلوا ليها بزاف الصراحه، زواونا اخويا. خونا اسماعيل من روسيا، خويا تحيه ليك اخويا اسماعيل من روسيا. اخويا باينه غيكون عندكم البرد. هذيك النهار دخلت هنايا في امريكا، هنا فين ساكن، تتوصل ناقص 22، ما عرف روسيا شحال غادي توصل، ما نعرف اخويا. تقمط مزيان اخويا وعندك البرد. المهم اخوتي، نشوفوا الاخ شنو قال لنا في هذا الفيديو اللي صيفط لينا. بيس ليكم. السلام عليكم. اولا كنبغي نشكر ناصر على المبادره اللي دار انه يشجع ويعاون فلوغرز مغاربه في الخارج. اولا نعرف على راسي، الاسم ديالي اسماعيل الكرام، حاليا ساكن وكنقرا في روسيا، كندير فلوغات يوميه وبعض المرات تحديات وفيديوهات. كنتمناكم تزوروا القناه ديالي وتعجبكم. اللي مهتمين غندير واحد الفيديو ان شاء الله قريب، انا كنصور فيه دابا، على الدراسه والعيش في روسيا. فلو كنتم مهتمين زوروا القناه. وكنعاون نزيد نشكر ناصر على هاد المبادره اللي دار، وديروا ليه لايك لهاد الفيديو حيت بغينا يكونوا فحال هكا مبادرات من يوتيوبرز يعاونوا بعضياتهم، حيت في المغرب هادشي اللي باقي خاصنا. وشكرا، بالسلامه. خوتي خواتاتي، كما شفتوا الفيديو ديال اسماعيل من روسيا، الا احتاجيتوا شي حاجه، احتاجيتوا شي معلومات على روسيا، راه الاخر دابا بغى يدير واحد المبادره حتى هو باش يدير شي معلومات اللي نستافدوا منها. انا درت لك ابوني اخويا اسماعيل حيت عجبتني القناه ديالك، وان شاء الله بحول الله تنتمنى تعطيني الجديد، حيت ان شاء الله بحول الله غنكون واحد اول الناس اللي تيشوفوا الفيديوهات ديالك، وليا فخر باش تكون في القناه ديالي وتكون في من العائله ديالي اخويا اسماعيل. وشكرا بزاف على هذا الفيديو اللي صيفطتي ليا، وتحيه ليك وكل الاحترام والتقدير اخويا اسماعيل. سالينا من اليوتيوبرز المغاربه في جميع انحاء العالم، وكما شفتوا ماشي جميع انحاء العالم، ولكن في بقع، بعض البقع في العالم، ألمانيا، روسيا، الصين، وفرنسا. تنتأسف بزاف. الأخ يوسف صيفط لي الفيديو من البرازيل، حيت هو فلوغرز من البرازيل، ما الفيديو ديالو ما بغاش يتقرا ليا، ما فهمتش علاش. خويا صيفط لك واحد الرسالة، قلت لك أخويا يوسف محتاج الفيديو ديالك حيت أنت تستاهل تشجيع بزاف، حيت الاخ تيعطي بعض المعلومات شيقه جدا. انا من المتابعين ديال خويا يوسف من البرازيل، كنستافد منه بزاف، عطى بعض المعلومات ديال كيفاش تمشي للبرازيل، غير هي البرازيل غير باسبور، وكيفاش تمشي، كيفاش تسافر للبرازيل، كيفاش تعيش في البرازيل، معلومات جميله جدا. كنتاسف بزاف، الفيديو ديالك اخويا يوسف ما تقراش ليا، وصيفط لك رساله باش تنطلبك باش تعاود ليا الفيديو ديالك، حيت طالبين ليا واحد البيرميشن، قالوا لي هذا الفيديو ما خصكش، ما يمكنش لك تيليشارجيه ولا تشوفه حتى يصيفط لك موافقه مولاه. دابا ما بغيتش نوريكم غير المغاربه، المغرب، حيت كاينه، دخلت الاحصائيات ديال القناه ديالي ناصر عايز فلوكس، لقيت بالله راه كاينه 45% ديال الناس الجزائريين تيتفرجوا فيا. لذلك قررت باش نوريكم واحد، باش ما نوريش غير المغاربه، نوري حتى واحد الاخ من الجزائر، حتى هو ان شاء الله بحول الله واحد الصاعد، حتى هو غادي يكون في المستوى ان شاء الله بحول الله، حيت الفيديو اللي صيفط ليا تفرجت فيه، ديك الطريقه باش تيهضر وديك الطريقه ديال المونتاج، ان شاء الله بحول الله غادي يكون مزيان، وغادي يتعرف حتى هو، حيت عنده واحد الحماس في اليوتيوب. ان شاء الله بحول الله غادي نمشيو عند خونا انس من الجزائر، نشوفوا هذا الفيديو ديالو، وفي الاخر غنهضروا عليه. مرحبا بكم خوتي وخواتاتي في قناتكم ناصر ايس فلوكس. انا انس من الجزائر، فتحت قناة على اليوتيوب سميتها انس شو. محتوى القناة بصفة عامة للترفيه، ونقدم فيديوهات عن مقالب وتحديات وتمثيل وفلوقات. اهدي تحياتي الى عزيزي وصديقي ناصر على المبادرة التي قام بها في مساعدة الفلوجرز الذي مثلي، جزاء الله خيرا، وشكر خاص ليك اخي ناصر. بيسلي، نسيت، بيسليكم. بيسليكم.
خوتي خواتاتي الناس اللي قلت لكم دابا الناس اللي تيشوفوني من الجزائر تابوناو الخويا انس شجعوه بزاف 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 حيت هو ان شاء الله بحول الله غادي يوعدكم بالله غادي يدير شي حاجه ما احسن من الفيديوهات ديالو اللي تيدير في القناه ديالو حيت القناه ديالو فيها الترفيه الناس اللي طالع عليهم الدم يدخلوا لخوينا انس من الجزائر تحيه لك اخويا وشكرا بزاف على الفيديو اللي صيفطتي ليا وليا الشرف باش تكون في القناه ديالي وتكون من العائله ديالي وتكون في هذا الفيديو اللي كندير هذه المبادره اللي كندير خوتي خواتاتي قبل ما نسالي توصلت بعديد من الرسائل كما قلت لكم المغاربه قالوا لي علاش ما تديرش علاش ما تبينناش حنا اللي حنا في المغرب كما قلت لكم انا بغيت نبين الناس اللي برا المغرب باش يعطوكم معلومات يعطوكم معلومات باش تستافدوا منها ونتمنى هذه المبادره اللي درت يديرها الاخوان المعروفين في المغرب الناس اللي معروفه في مشهوره في الفلوجرز في المغرب نتمنى دير هذه المبادره باش نعاون اخوتنا حيت تنحتاجوا نتمنى لكم الخير وان شاء الله بحول الله نتلاقاو في فيديوهات ديالي العاديين بعد الفلوجات مع فلوجات معلومات جديده ان شاء الله بحول الله شكرا لكم بزاف وسمحوا لي بزاف الا نسيت شي واحد حيت تخربقت وصلوني دي زيميل اللي ليس لها علاقه بالفلوجات شكرا لكم بزاف وتحيه لكم وكان معكم ناصر من امريكا كولورادو سبرينغز كولورادو وتحيه لكم كامله وشكرا بزاف على الدعم ديالكم لهاد الخوتنا هادو وشكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم والاشتراك ديالكم كنتو جداد على القناه ديالي ديروا لايك ديروا سبسكرايب ديروا ابوني اشتراك باش توصلوا بالجديد ان شاء الله بحول الله حيت الفضل اللي جاي غيكون احسن ان شاء الله بحول الله يسلمكم.